بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم إخواني أخواتي، إن شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحة جيدة وفي أحسن حال. مرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات كروشي أنيناس. فيديو اليوم هو عبارة عن بعض الموديلات. أخواتي، هذا الموديل هو عبارة عن روب كلوش للبنات. أنا راح نكمل الخياطة ديالو ومن بعد راح تشوفوه واجد على المانكا ونوري لكم ونشرح لكم يعني الطريقة كيفاش عملته. إذن هنا راح نخيط الكتفين وكذلك نخيط الجوانب. هنا راني نخيط في ليبونيوس تاع ليمونش ومن بعد نلصقهم مع هنايا. إذن أخواتي، أنا راني كملت خياطة ليمونش، ها هما هنايا هذا البونيوس كملته، والآن راح نلاقي هنايا في حبة الإبط، وبعد هنايا كما راكم تشوفوا لقيت الجزء السفلي مع هذا العلوي، وعملت هنايا مكان الأزرار، ومن بعد راح نكملو نخيطو وتشوفو. هنا اخواتي راني نخيط في جلابه، هذا موديل ثاني، هو جلابه لبنت صغيره، راح تشوفوه من بعد واجد فوق المانكا. هنا راني نلاقي الجهتين يعني من الاكمام، نبدا من الاكمام حتى للاسفل، وراح نوريكم الموديل تاع الجلابه. هذا موديل اخر تاع جلابه خدمته، ولكن انا خدمت هذا بالكروشي. هذه الاكمام، هذا عملت لهم هذا الموتيف، والقب عملت له موتيف اخر راح نوريه لكم لما نديرها فوق المانكا، راح نشرح لكم يعني واش عملت فيها. وكذلك عملت لها السفيفه في الصدر، راح تشوفوا معايا الموديل جاهز. ان شاء الله نتلاقاو على المانكا. اذا هذه هي النتيجه النهائيه تاع خياطه لا روب كلوش للبنات جون في. هذه من الاعلى، وهنايا الاسفل هنا درتو كلوش. يجي بهذا الشكل. هنا عملت له الازرار من المغلفين، وهنا درت هذا الحزام، انه بعض البنات يحبوا هذا النوع من الفساتين اللي فيها الحزام. وهنا عنده لي مونش لونغ ثاني، فيها هنا الزر مغلف، وهذه هنايا لاجيب او الجزء السفلي يجي بهذا الشكل يعني عريض. اذا هنا قلت لاجيب او الجزء السفلي يجي هكذا عريض، لانه البنات يحبوا هذا النوع من الفساتين تكون لارج من الاسفل، ومطلوب بكثره هذا النوع من الفساتين او لي روب. وهنايا العنق هنايا ما فتحتوش بزاف، انا نزلت هنا ب 9 سنتيم فقط، وهذا هو الشكل تاعو. هنا الحزام، هذا هو، ها هو الحزام. هنا ثاني فتحت الجزء السفلي من التنوره او هنا لاجيب، نفتح هنايا هنا حتى يسهل اللبس ديالو. هنا في الجزء، ها هي الخياطه هنايا. هنا في هذا الجزء درت ثاني البوطون او الازرار باش يسهل اللبس، لانه يجي هذا سيغ لا تاي يعني ما يجيش عريض، يجي سيغ لا تاي، نديرو الازرار باش يسهل اللبس. عندنا الموديل الثاني هو عباره عن جلابه مغربيه، انا خدمتها بالكروشي.
وتجي على هذا الشكل. خدمت هنا في الصدر هذا الموتيف او سفيفة بهذا الشكل، وهنا خيطها في الجهة الأمامية في الصدر. هنايا نوضح لكم، شوفوا الموديل كيفاش داير او الموتيف. اما هنايا في القب هذا خدمت هذا الموتيف تاع الكروشيه، يجي على هذا الشكل. هذا النوع من الموتيف انا اشتغلته بخيط قطني، يعني موال من الصيف، وبكروشيه رقم 1.30 مليمتر. وهنا في ليمونش عملت هذا الموتيف اخر، يعني كل جهه عملت لها موتيف معين. هذا مناسب ليمونش. كذلك هذا القماش، هذا نوع جديد من الاقمشه اللي راهم يستعملوهم جلالب، يعني الجلابه تاعنا تخرج بهذا الشكل. هذا هو الموتيف. ان شاء الله تعجبكم، واللي تحب نعملها الموتيف يعني فيديو خاص عن هذه الموتيفات، يعني تخلي لي تعليق في لي كومونتير، وانا يعني ما عليا الا نعمل فيديو اخر. اما الموديل هذا الاخير هو عبارة كذلك عن جلابة مغربية لكن مخدومة بطريقة اخرى. هنا انا استعملت الورود واستعملت ليبول في مكان العقاد، جاو بهذا الشكل. هنا يدت هنا الوردة من الفوق، وهنا يا اشتغلت هاد ليبول هادو، وعملت كذلك سفيفة في الاول. هنا عملتها من لون القماش. هذا النوع من القماش هو قماش صيفي يعني بارد، وكذلك مطلوب هذا النوع من الجلالب، يعني هذا النوع جديد من الأقمشة مطلوبة بزاف باش نخدمو بها جلالب. هذا النوع من القماش يعمل 500 دينار هنا في الجزائر، 50 ألف للمتر. كذلك هنا عملت السفيفة هنا في القب وفي الأكمام كذلك، ودي على هذا الشكل. يعني هذه طريقة جديدة لوضع العقاد أو ليبول، نبدلو شوية على الطريقة التقليدية. إن شاء الله يكون الموديل عجبكم. إذا أخواتي إن شاء الله فيديو اليوم يكون عجبكم، وتكون الموديلات يعني تانية عجبتكم، ونقول لكم تلقوا في فيديو آخر بإذن الله. وما تنساوش خليوا لي تعليقاتكم ولايكاتكم، وان شاء الله يا ربي نتلاقاو في فيديو اخر باذن الله. نقول لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.